31 سنة تمر على تأسيس الاتحاد المغربي، اتحاد جاء لتعزيز حرية تنقل الأشخاص والسلع بين الدول الأعضاء مع تكثيف التنسيق الأمني وبلورة السياسات المشتركة، غير أنه ورغم أهمية الأهداف التي قام لأجلها لازال هذا الأخير ينتظر تفعيل هياكله. إن التكتلات الإقليمية والجهوية الدولية التي يشهدها العالم والتحولات العميقة التي تعرفها مجتمعاتنا والتحديات العولمة والتطور العلمي والتكنولوجي المنتج للتحديات والفرص تدفعنا اليوم إلى القيام بقراءة موضوعية ونقدية للمسار اتحاد المغرب العربي. أقول تدفعنا اليوم إلى القيام بقراءة موضوعية ونقدية لمسار اتحاد المغرب العربي من أجل الإسراع في تفعيل هياكله لمجابهة مختلف الرهانات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتجاوب والتناغم مع طموحات وأمال شعوبنا. تأخير تفعيل هياكل الاتحاد جعله يصنف من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كأضعف التكتلات في القارة السمراء، واقع بات حسب المشاركين في اليوم البرلماني الذي نظمته الجزائر بمناسبة الذكرى 31 لإنشائه يكلف الدول أعضاءه فاتورة باهظة. فاتورة المغرب باهظة جدا، تكلفنا كما قلت حوالي 10 مليار دولار سنويا، وأيضا تكلفنا فقدان حوالي 250 ألف منصب شغل، وأيضا التجارة البينية ضعيفة جدا في المنطقة المغاربية، وهذا ما يجعل المنطقة تعاني من التبعية أكثر فأكثر. نريد أن نعيد النظر في معالم بناء الاتحاد المغاربي على أسس متينة قوية. في انتظار استدراك هذا التأخر يبقى الاتحاد المغربي حلما يراود شعوب دوله الطامحة إلى إحداث وحدة تسهم في تحقيق النمو وإسماع صوت المنطقة في المنابر الدولية والقارية.